ابتدي باحمد طعيمه بقى عشان الناس تبدا تعرف الناس بيك يا ابو حميد. ازاي دخلت النادي الاهلي؟ انت السنه دي اول سنه ليك مع النادي الاهلي. صح، اول سنه ليه. كان في قصه انتقال للجونه قبل كده، لكن يعني تمام. نجحت مع النادي الاهلي. كانت السنه اللي فاتت اول سنه ليا في مصر، رحت نادي الجونه اتمرنت معاهم حوالي سنه تقريبا، بس ما كنتش بلعب ماتشات عشان الفريق ما كانش عارف يقيدني. الاول انت كنت بتلعب فين قبل ال كنت انا اصلا مولود في اليونان، يعني عايش طول حياتي في اليونان. كنت بلعب، بدأت لعب كرة وأنا عندي 5 سنين، لعبت في أكاديمية حوالي 7 سنين، بعدين رحت فريق اسمه أترومتوس أثينون، ده دوري ممتاز، لعبت هناك حوالي 5 سنين تقريبا لغاية فريق تحت 17 سنة في قطاع الناشئين. في قطاع الناشئين. بعدين رحت فريق يونيكوس، ده كنت بلعب من وأنا عندي 17 سنة، كنت بلعب في فريق تحت 19 سنة، كويس. واخر سنه كنت هتصعد فريق اول، بس حصل موضوع كورونا وجيت مصر، نزلت مصر تاني. نزلت مصر. رحت السنه اللي فاتت، رحت الجونه اتمرنت سنه تقريبا، بس ما كنتش بلعب عشان ما الفريق القيد. ما عرفش يقيدني وما عرفش يجيب البطاقه الدوليه. فالصيف ده كان قريبي، كان يعرف كابتن راشد اللي هو ده اداري الفريق. اداري فريق 2003، تواصل معاه يعني وقال له اللي انا كنت مكلم قريب اللي انا عايز اجي النادي الاهلي، فكلمه يعني وخد منه ميعاد وجيت الاهلي واتمرنت يعني. قعدت فترة الإعداد وشافك كابتن محمد شرف وقتها. كابتن محمد شرف، كابتن خالد بيبو، ومستر مايكل، كلهم شافوني يعني. قعدت حوالي شهر اتمرن، وبعدين عجبوا بطريقة لعبي ومضيت معاهم وتأيدت. علشان الناس برضو تعرف أحمد طعيمة، مركزك كيف الملعب؟ انا بلعب ستة، مركز ستة ده يعني عشان الناس تبقى موجودة معانا، خط وسط مدافع، خط وسط ده مدافع. أكتر مركز بتجيد فيه وتلعب فيه. اه طيب تمام.